التتويج بالعمائم التي توجت بها هؤلاء الإخوة يرمز إلى تلمذة للإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، يعني اللابس للعمامة يعبر عن نفسه أنه تلميذ من تلاميذ الإمام الصادق صلوات الله عليه، أو قائد من قواد الإمام الحجة جل الله تعالى فرجه. وهذا الشيء الرمز يجب أن يكون تحته شيء بهذا الرمز. ما هو ذلك الشيء؟ وما هو المهم لهؤلاء الإخوة الذين تعمموا؟ المهم أن يجعلوا من أنفسهم إنسانا جيدا، وهذا من أصعب الأمور، أن الإنسان يجعل من نفسه إنسانا جيدا. هذا ليس بسهل، وإنما هو شيء صعب جدا. ماذا يعني الإنسان الجيد؟ الشيخ المرتضى الأنصاري إنسان جيد، ما أكثر الناس، لكن ما أقل الإنسان الجيد. الشيخ المفيد إنسان جيد، العلامة الحلي إنسان جيد، المحقق الحلي إنسان جيد، صاحب الجواهر إنسان جيد، المجاهدون في سبيل الله القاضي التستري صاحب إحقاق الحق إنسان جيد، وإلى غيرهم من الجيدين المعروفين. الإنسان يصنع من نفسه إنسانا جيدا، هذا شيء صعب، يحتاج إلى 80 سنة من المجاهدة، من الإنسانية، من الواقعية، من العمل، من الخدمة، من الهدوء، من التفكر، من التعقل، من التأليف، من المطالعة، من حسن الأخلاق. هذا يجعل من الإنسان إنسانا جيدا، وهذا من أصعب الأمور. أحد الأشخاص تعرض إلى الشيخ المرتضى الأنصاري صاحب المكاسب والرسائل. الشيخ بحر من العلم، قال للشيخ: الإنسان يكون عالما سهل، أما أن يكون إنسانا محال. يعرض بالشيخ، يعني أنت عالم لكن مو إنسان. الشيخ قال له: الإنسان يكون عالما صعب، ويكون إنسانا أصعب. يكون إنسانا أصعب من أن يكون عالما. إذا تمكنتم من هذا الشيء، أن تكونوا إنسانا
وأن تكونوا عالما، هذا يسمى بالإنسان الجيد. شرط العمامة كما ذكرناها الشروط في فترات أخرى من الأصدقاء الذين تعمموا أمور خمس. الأول العلم الكثير، يعني الإنسان حقيقة يدرس ويدرس 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 إلى حين موته. الدرس لا ينتهي لا بسنة لا بعشر سنوات ولا حتى بخمسين سنة، الدرس بحث، وهذا البحث كلما اقترفت منه البقية بحث. إنسان لازم ليل نهار يدرس في كل مناسبة. أما الإنسان عنده يوم الخميس ويوم الجمعة وعنده عيد وعنده عزاء وعنده وفاة، هذا الإنسان لا يتقدم. يجب على الإنسان أن يعرف أنه مستمر في التقدم. كان عندنا عرس مو صحيح، كان عندنا عزاء مو صحيح، كان عندنا سفر مو صحيح. أحد علمائنا وهو العلامة الحلي، هذا العالم قبل 700 سنة، هو في الحلة، دعوه إلى زواج من شيوخ العشائر في المسير، وبين الحلة والمسير 3 فراسخ. ذهب العلامة الحلي هناك وبقي أسبوع الآن مراسم الزواج. لما انتهت مراسم الزواج رجع ولده أيضا من العلماء. من الغريب أن العلامة الحلي عالم، أبوه عالم، ولده عالم، زوجته عالمة، بنته عالمة، كلهم مجتهدون، ولده لم يحضر صلاته صلاة جماعة. قالوا لماذا لم تحضر الصلاة؟ قال لأني شككت في عدالة أبي. العالم يروح إلى مكان يبقى أسبوع لأجل زواج؟ العلامة الحلي قال هذا الكلام بمحضر والده. العلامة الحلي أخرج من جيبه كتاب التبتة، قال إني في هذا الأسبوع كتبت هذا الكتاب هناك، ما كنت فارغا ولا دقيقا، والتبصر باق إلى الآن 700 سنة في أسبوع كاتب. ومن الحفظ، يعني كل الفقه كان محفوظا للعلامة الحلي. لاحظوا هاتين القصتين، قصة أنه في أسبوع وهو رايح إلى زواج سفر يألف كتاب وهو حافظ للفقه من الطهارة إلى الديار. هكذا تقدم، قال هذا الكتاب ألفته في هالأسبوع. ولذا الآن 700 سنة العلامة الحلي شخصية عالمية، وحتى مو شخصية شيعية، شخصية عالمية. العلم لا يفهم عندي سفر، عندي زواج، عندي مريض، عندي كذا، ما يفهم كل هذه الأمور. هذا بالنسبة إلى السفر. أحد العلماء الآخرين وهو صاحب الجواهر والذي ألف الجواهر أكثر من 40 مجلد، اليوم 150 سنة، مدار الحوزات العلمية. هذا الإنسان كان له ولد وولده عزيز عليه، مات هذا الولد فأخذ يبكي لأنه عزيز عنده، أخذ يبكي ويبكي ويبكي. الوفاة قريب الغروب، الجنازة تبقى في الدار إلى غد. هو وقت اللي النساء راحوا من الجنازة وما أشبه يستريحون، هو أجى أخذ قلمه وقرطاسه ومحبرته وجلس يم الجنازة يؤلف ويبكي ويمسح دموعه. ولذا خلف هذا الكتاب العجيب 40 مجلد. العلم لا يفهم عندي عطلة، عندي مريض، عطلة ماكو، لأهل العلم كل عطلة ماكو. الله يرحم والدي، أحيانا كنت أقول له مثلا ليش ما تستريحون، لأن والدي كان قليل النوم، كان يقول أنا نومي في القبر. الإنسان لازم عطلته في القبر، عيده في القبر، نومه في القبر،
إذا أراد التقدم. أما إذا لم يريد التقدم، الناس غير المتقدمين بكثرة. الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام مع أحد تلامذته وهو الزهري، هذا كان في عرفات، قال يا ابن رسول الله ما أكثر الحجيج الحجاج؟ الإمام قال ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج، يعني الضج هواية أما حاج كم واحد. الإخوة من الضروري عليهم الدراسة إلى الموت، ثم من الضروري لنا مو الدراسة الروتينية فقط والعادية، نحتاج أيضا نحن إلى دراسة التفسير، نهج البلاغة، الأحاديث. ثم من الضروري على هؤلاء الإخوة الطلبة سواء المعممون أو غير المعممين الاقتصاد، السياسة، الاجتماع تدريسا وتدرسا، يعني لازم كل واحد منهم إذا يعرف هو يدرس، إذا ما يعرف هو يدرس العلوم الثلاثة، لأن هذه هي العلوم التي بنيت عليها دنيا الحاضرة، الاقتصاد، الاجتماع، السياسة. هذه العلوم أيضا يجب أن نحصلها وندرسها وننشرها في المجتمع. فالشيء الأول العلم، العلم الكثير الذي لا يعرف الخلل والملل. إذا أردتم إنسان جيد، ليس المهم أن الناس يقولون لك حجة الإسلام وآية الله أو أي شيء، المهم أنت ماذا. إذا الإمام الصادق قال عليه الصلاة والسلام إذا بيدك جوهرة، كل الناس يقولون بعرة، هل تصير بعرة؟ إذا بيدك بعرة، كل الناس يقولون جوهرة، هل تصير جوهرة؟ لا. أنت ماذا؟ مو الناس شنو يقولون، الناس ماذا يقولون؟ هذا الشيء الأول، وهو العلم الكثير الذي لا يعرف الخلل والملل والكسل والفشل وأي عذر أبدا، ماكو عذر. الشيء الثاني التقوى من الله، من الشروط بأن يكون الإنسان حقيقة متقيا. التقوى ليس شيئا ظاهريا، التقوى شيء واقعي في قلبك. حقيقة أنا متقي؟ حقيقة أنت متقي؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزن. حقيقة تقوى أفضل؟ حقيقة نخاف من الله؟ إذا حقيقة نخاف من الله له علامة، كل شيء الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا موجود فيه، فمرحبا به، فمرحبا به. إذا مو موجود نحصل حقيقة نخاف من الله، حقيقة نخشى الله، حقيقة نراعي الله تعالى، حقيقة نعرف الله تعالى أمامنا. الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول فإن لم تكن تراه فهو يراك، أنت ما تشوفه صحيح لكن هو يشوفك. كلامنا، فكرنا، سمعنا، بصرنا، لساننا، كلها تحت نظر الله تعالى. عبدي أفعني تكن مثلي أو مثلي، هذا علامة تقوى الله تعالى. أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون. عندك هذا الشيء أنت متقي، ما عندك هذا الشيء خلق. أحد اللصوص مر على الإمام السجاد وأراد أن ينزع ملابس الإمام. الإمام السجاد قال أين ربك؟ أنا متخاف من الله. قال ربي نائم. اللص وإذا بسبع بأسد يقفز ويأكله، عندك هذا الشيء؟
قال أين ربك؟ قال ربي نائم. هسه أنا وأنت وجماعة آخرين إذا 100 مرة قلنا للصوص وقال اللصوص في جوابنا ربنا نائم كل شيء. حقيقة إنسان يتقي الله تعالى وحقيقة يخاف الله تعالى. هل هذا الشيء موجود عندك؟ فبها ونعمة. مو موجود عندك حصل. هاي ملكة. الملكة تحصل. الخوف من الله. التقوى. طالعوا يا إخوة كتاب البحار جلد المواعظ. وطالعوا مجموعة ورام. لأن مجموعة ورام أيضا تعطي نورا وهداية للإنسان كيف يكتب. هذا الشيء الثاني من شروط أهل العلم التقوى. الشيء الثالث حسن الأخلاق، وهذا شيء صعب أيضا. إنسان يكون حسن الأخلاق مع الغريب والقريب والعدو والصديق، أما يسب يتهم يفشر يضحك يستهزئ ما يسلم على الناس لا يحترم الناس يتهم الناس، هذا شيء بسيط. يزعل بسرعة، هل نحن حقيقة حسن الأخلاق؟ أخلاقنا حسنة أو عندنا كبرياء، عندنا غرور، عندنا أنانية؟ لازم نفكر في هذه الأشياء. يجب أن نقيس أنفسنا من هذا المقياس. حسن الخلق، إنك لعلى خلق عظيم، كلنا نقوله، لكن أينا يعمله؟ الكلام في العمل مو في القول، ولا القول شيء بسيط، كل إنسان يقول. فالإنسان يجب عليه، أحد علمائنا الكبار كان في كربلاء اسمه الشيخ زين العابدين المازندراني، هذا قبل 100 سنة، هذا مرجع تقليد كبير. هذا الإنسان مع الجماعة يذهبون إلى الحضرة، مر بهم فقير من نوع السادة سيء الأخلاق، استعطى من هذا العالم المرجع الكبير. العالم ما عنده فلوس، ما هو يا فلوس، قال إن شاء الله أنا أروح الحضرة وأرجع إلى البيت أقدم لك هذا الشيء. هذا السيد سيء الأدب وسيء الأخلاق، بصق في وجه الشيخ العظيم. قسم من الطلبة الذين مع الشيخ قفزوا حتى يضربونه، وحق له أن يضرب. الشيخ قال لا ما خليه، أخذ يده ومسح البصاق على وجهه وقال ببركة هذا البصاق وهو بصاق ابن من أبناء رسول الله أنا أرجو شفاعة رسول الله يوم القيامة. وقال الفقير أنا إذا رجعت إلى البيت أكتب في اثنين شخص مرعب. عندك هذا الأخلاق؟ ومئات من هذه القصص. أو لا ما عندك أخلاق، إذا ما عندك أخلاق أنت مو من النوع الجيد. تفاح بالسوق أكو يقول أنا نوع من الجيد، يشوف مو الجيد خايف متعفن، خل 20 مرة تفاح يقول أنا من النوع الجيد مو جيد. العلم الكثير، التقوى من الله، الأخلاق الحسنة. يصير في بيتك أنت فرد 50 سنة إن شاء الله، عندك 50 سنة عمر متصيح في أحوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا صخاب يعني ما يصيح أبدا، والتاريخ لم يذكر عن رسول الله مرة كان صيح أبدا، مع العلم أنه كان جزء المجتمع، يعني ما كان في برج عاجي يروح يجي عند زوجة عند ولد يأكل يشرب، قائد جيش فاتح إمام جماعة مفتي مصلي قاضي. من الضروري أن يكون للإنسان حسن الأخلاق، هذا اللي تنسوه. لا هو أهاني، حسن هو أهانك لكن أنت هم أهنته، هو سبني، حسن هو سبك لكن أنت مسبته، هو صيح صحيح هو صيح وأنت صيحت أيضا، وعلى هذا المعدل.
ليس من الصحيح هذا. يجب أن نفكر في أن يكون لنا حسن الأخلاق. هو صيح أنا ما أصيح، هو ساب أنا ما أصيح. قال رجل الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام: إن قلت واحدا سمعت عشرة. الإمام قال: إن قلت عشرة لم تسمع واحد. حتى إذا عشر مرات سبتني أنا ما أسبت ولا مرة. هذا يسمى حسن الأخلاق. أما نوع الشقارة والتلاوات واستهزاء والتهجم والسباب وأنا وأنت، هذا يجعل منك ومن أي إنسان والعياذ بالله هكذا شيء غير جيد. فاكهة خائسة، لحم متعفن، خلي اللحم يقول 100 مرة أنا مو متعفن لكن متعفن. سعدي يقول في كلام الله، يقول: العطر هو الذي يعطي الرائحة، مو أن العطار يقول هذا أثر. رحنا إلى عطار قبل ما يقول هذا أثر، يا أخي هذا ما أثر. العطار خل 20 مرة يقول له أنا أثر أنا أثر أنا أثر، مو أثر. كن أثر، مو أن العطار يقول أنت أثر، مو أن العمامة تقول أنت أثر، لا كن أثر. العلم والتقوى والأخلاق. الشيء الرابع القلم، لازم تقوون أقلامكم وتؤلفون، يكون لكم تأليف. هذول 9 الذين تعمموا، 10 أحسن، 10 فعلا حسنا، 10 بعد 2 و4 و1 5 15، وسيد هنا قال 16، هل 16 ناخذ؟ أدري في هؤلاء أيضا طلاب علوم دينية، لا هل 16 أخذنا؟ كل واحد منهم بإمكانه أن يؤلف 400 كتاب. دليل، جيب لك دليل. رايحين أنتوا كلكم إلى المدرسة الفيضية، الفيضية عمرها 400 سنة المدرسة. لماذا سميت الفيضية؟ لأن فرز عالم في هذه المدرسة كان طلبة ويؤلف، واسمه ملا محسن الفيض، ألف 400 كتاب. صاحب تفسير الصافي، صاحب الوافي، صاحب عوامل ملا محسن في المقدمات. طلبها مو مؤسس مدرسة فيضية، ها طلبة جاء إلى مدرسة الفيضية، هذا هو. لكن عنده همة رفيعة، وفي أيام ماكو أقلام تكتب هي بنفسها، وفي أيام ما كانت أضوية، وفي أيام ما كانت الأوراق أبدا، الأوراق السهلة، وفي أيام صعوبة سكن هذه المدرسة وألف الكتب فيها، فسميت المدرسة باسمه تبركا باسمه ملا محسن الفيض. الرعمي وألف، هذا يسمى من النوع الجيد والذي يقول كل واحد 400 كتاب، كل كتاب يطلع من فرد 100,000 ويصير في بسيط. أيضا قال موسكو أن مكتبته العظيمة 9 ملايين كتب في نيويورك. فكم نحن نحتاج إلى الكتب؟ لحظة، قسم من الناس يقولون الناس كتبوا، نعم الناس كتبوا، ينفق مما عنده. حقيقي كلمة من أجمل الكلمات وأهم الكلمات، هم ممتلئون شر وحقد وفساد يقولون، وأنا ممتلئ خير وحكمة وفضيلة أقول. أنت عندك دينار تتمكن أن تنفق عقرب؟ لا. هو عنده عقرب تتمكن أن ينفق دينار؟ لا. كل قال نعم، كل ينفق مما. هذا الشيء الرابع. وطبعا لذلك ايضا لازم تقوون ألسنتكم، حتى خطابات جيده جميله قويه مهيجه مؤثره خطابه. هذا الرابع. العلم الكثير، التقوى من الله، الاخلاق الحسنه، القلم والبيان. والشيء الخامس الجهاد في سبيل الله الى اقامه حكومه 1,000,000,000 مسلم. كل جهاد دونه قليل، كل
جهاد دونه قليل. ويوم القيامة يجيبوك لك وإلي شنو صنعت؟ بنيت مسجد ما يفعل إذا هواية حتى عجائز بنا. فرد مرأة كويتية بنت مسجد بتكليف 150 مليون تومان. أنا شفت المسجد. أو بنيت مدرسة مدارس كفر يجب أن نبنيها، المدرسة والمسجد والمكتبة والمؤسسة والمستوصف، لكن لا تجعلوا همتكم هذه الأمور. ونسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى.